السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا إن شاء الله في تمام الصحة. بالنسبة للفيديو اليوم غتكون وصفة لتخسيس الوزن وأيضا التخلص من الوزن الزائد اللي كيكون عند بعض السيدات واللي كيكون دائما خلق لنا مشكل في حياتنا اليومية. فجيسبر ان شاء الله وصفه اليوم تكون خفيفه ظريفه عليكم. قبل ما ننتقلوا لهذا الشيء كامل اي المكونات وطريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال، ادعوكم الى الانضمام في القناه بالضغط على زر الاشتراك الموجود تحت من القناه باللون الاحمر. دونك وعاده تيكون اللون ديالو باللون الاحمر، ولكن الا ضغطتوا عليه غيولي اللون ديالو بالرمادي. كم سركم اشتركتوا ان شاء الله، وايضا ما تنسوش انكم تفعلوا الجرس كم ستوصلوا بكل ما هو جديد من هنا ان شاء الله المستقبل. وايضا ما تنسوش تعملوا بيج لايك لهذا الفيديو كوم سا تزيدوا تحفزوني ان شاء الله على المزيد من التقدم ونجاح والعطاء والاستمراريه. ايضا وايضا ما تنسوش تخليوا لنا اقتراحاتكم وتعليقاتكم وتشجيعاتكم التي تهم القناه وتهمنا بصفه عامه في خانه التعليقات، ولما لا انكم تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام سناب شات و سي لاباج اوفيسيال فيسبوك. جميع الروابط نخليهم لكم في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف او في لاباغ دانفو. والان سننطلق الى الوصفه. وبالنسبه لمكونات هذه الوصفه سنحتاج اول مكون اللي هو كاس من الماء العادي يعني ديال الروبيني ديالنا، ايضا غنحتاجو نص حامضه معصوره، وايضا غنحتاجو نصف ملعقه من عصير الليمون او ملعقه من عصير الليمون. دونك الحامض ماشي هو الليمون كيف ما كنعرفو اكيد، فبالنسبه للحامض هو اللي الان يعني واخده القطع نصف قطعه ديال الحامض ووضعها في الكاس يعني الفوق كمسة، يعني تشوفوا انه الحامض هو اللي فوق من الكاس اللي وضعه الان. وبالنسبه لليمون فهو الليمون يعني اللي كيكون اللون ديالو باللون البرتقالي، لانه بزاف السيدات كيقولوا لي شنو الفرق يعني ما بين الحامض والليمون، وبزاف السيدات ملي كنقول الحامض كيتسحبوا يعني هو الليمون اللي اكيد اللون ديالو برتقالي. دونك الليمون بوحدو والحامض بوحدو البنات. الحامض كيف ما قلت لكم هو اللي واخده نصف ديال القطعه ديال الحامضه ووضعها في الكاس الفوق كمسة، نبين لكم يعني الفرق ما بين الليمون والحامض بالنسبه للسيدات اكيد اللي كيسولوني. دونك كيف ما قلت لكم غنحتاجو الكاس من الماء العادي اي ديال الروبيني، وايضا غنحتاجو ملعقه او نصف ملعقه او ملعقتين من عصير الليمون، وسنحتاج ملعقه او ملعقتين من عصير الحامض، وايضا غادي نحتاجو واحد المعلقه صغيره ديال الماء ديال الخيار. دونك فوالا هادو هما المكونات البنات. كيف ما قلت لكم غنحتاجو كاس من الماء العادي يعني من الصنبور، ايضا غادي نوضعو فيه غادي نعصرو عليه نص ليمونه اللي كيكون لون ديالها بالبرتقالي، وايضا غادي نعصرو عليه نص حامضه اللي وضعها انا الان اللي كتشاهدو في الكاس ديالي الفوق. دونك فوالا البنات غادي نعصرو على الماء ديالنا الحامض والليمون، وغادي نوضعو ايضا معاه قطع او يعني معلقه صغيره ديال الماء ديال الخيار او قطع دي مغصو ديال الخيار. خذوا دائما الاختيار كيبقى لكم. من بعد غادي تخليوه لمده يوم بالكامل يعني حتى يتمزجوا المكونات مزيان، ومن بعد يعني ان فوا تعطشوا او تبغيو تشربوا الماء غادي تشربوا هذا الكاس هذا في عوض ما تشربوا الماء، او تشربوا هذا الكاس هذا اللي هو سحري المفعول ان شاء الله لانقاص الوزن والتخلص من الوزن الزائد، ابخي تشربوا كاس يعني من الماء العادي اللي كتشربوا دائما وابدا. دونك فوالا البنات هذو هما المكونات اللي غتحتاجوا في هذا الكاس هذا، وانا هنا ديجا خلطت المكونات. دونك خديت كاس من الصنبور يعني من الماء العادي، وضعت فيه عصرت فيه يعني نص حامضه ونص ليمونه اللي اللون ديالها كيكون بالبرتقالي بالنسبه لليمون، والحامض اللون ديالو اكيد كيكون بالاخضر او الاصفر. دونك فوالا كيف ما قلت لكم عصرت عليه نص حامضه وعصرت عليه نص ليمونه، وايضا وضعت ماء الخيار ما وضعتش دي مقصود ديال الخيار كيف ما كتشاهدوا في الكاس، وخلطت الكل وخليته يوم بالكامل يعني 24 ساعه حتى تجانسوا لي المكونات. ومن بعد ان شاء الله ان فوا تحسوا بالعطش يعني تبغيو تشربوا الماء غادي تشربوا هذا الكاس هذا عوض الماء، او تشربوا هذا الكاس ابخي تشربوا كاس اخر ديال الماء. وفوالا البنات هذه الوصفه حاولوا تداوموا عليها يعني ان فوا يجيكم العطش واحد 4 مرات في اليوم او 3 مرات، ما عندهاش اي تاثير وما عندهاش اي مشكل كيف ما تنعرفوا على الحامض فهو في لينا الذات من اي سموم ممكنين في الذات ومن بزاف الامور اخرى، فرائع. والمعادي يعني دائما فرحنا كنشربوه يوميا في الحياه اليوميه ديالنا، وايضا الليمون اي البرتقال، وايضا يعني الماء ديال الخيار او دي مغصو ديال الخيار. بالنسبه لهذا الوصفه اللي استعملتو فيها دي مغصو ديال الخيار
حاولوا دوك دي مغصو تاكلوهم، يعني تاخذوهم من الكاس ديالكم ومن بعد تاكلوهم، لانه حرام يعني يضيعوا، واصلا غادي يكونوا يعني مخلطين بهذا الماء هذا السحري اللي اكيد غادي تكونوا شربتوه. اما الا وضعتوا غير الماء ديال الخيار عادي كيف ما وضعت انا، اي تاخذوا خياره وتبشروها او تحكوها في الحكاكه ديالكم، ابخي تصفيو داك الماء وتوضعوه في الكاس ديالكم. والصحه والراحه البنات، هذه الوصفه ما تحتاجوش تعملوا فيها لا سكر سنيده ولا عسل، لانها كتجي حلوه، يعني الخيار والليمون كيكونوا يعني طالقين الحلاوه ديالهم، فاين فوا كتشربوا الكاس فكتجي الحلاوه ديالو هي هذيك معتدله، ما كتكون يعني حلوه بزاف، ما كتكون مالحه بزاف. وفوالا البنات، وصلنا لنهايه الفيديو. جيسبيغ الشرح ديالي ما كانش طويل بزاف، ونكون انني يعني عطيتكم النقط اللي بغيتهم اكيد، والشرح اللي كطلب مني كل سيده، لانه في بعض الفيديوهات الى شرحت يعني طويل غير باش نفهم كل سيده يعني شنو المطلوب من الوصفه وشنو المكونات بالضبط، لانه اكيد تبارك الله بزاف التعليقات كيجوني على الوصفه واخا كنشرحها، فكنبغي نشرح يعني اكثر واكثر كومسا كل سيده تفهمني، يعني الفهمه يعني تكون واضحه عموما يعني على جميع السيدات. جيسبيغ تكونوا يعني فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم. وفوالا البنات، وصلنا لنهايه الفيديو. جيسبيغ الشرح ديالي ما يكونش ممل لكم، وما تنساوش تعطيو هذا الفيديو البيج لايك، اي تعملوا ليه لايك، تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس كومسا توصلوا بكل ما هو جديد. ايضا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام سناب شات اي وسي لاباج اوفيسيال فيسبوك، جميع الروابط في صندوق الوصف او في ديسكريبشن بوكس او في لاباغ دانفو. ايضا تخليوا لي اقتراحاتكم وتعليقاتكم واستفساراتكم في خانه التعليقات، انا اكيد كنرحب بها دائما وابدا. والان غنقول لكم ان شاء الله نشوفكم في لابروشين فيديو. بسلام عليكم.